بقي أيها المباركون في ختام هذا اللقاء المبارك أن يعلم أنه ما استقبل رمضان بأعظم من توبة نصوح يفيء بها العبد إلى ربه، سريرة خالصة صادقة بينك وبين الله ينطوي قلبك عليها قبل أن يدخل رمضان، يجعل الله لك بها سببا من العون على الطاعة. وإن رأيت أحدا في رمضان ليلا أو نهارا يجترع على المعاصي ويقترفها، والله لو صدق الله قبل أن يدخل الشهر لصدقه الله. أعظم ما يمكن أن يختم به شعبان ويستقبل به رمضان أن تنطوي القلوب على نية صادقة تريد ما عند الله، تريد وجه الله والدار الآخرة. فمن كان كذلك فليستبشر وليؤمل خيرا، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به.